هذه ما اسمع. لا انا طالع رايح والله في هنا اشياء. اوكي يلا طيب. اه يا بنت صار 5 minutes. اوكي يلا باي. مرحبا جميعا، معلش احنا بس بنحاول ناخد اكثر عدد المشاهدين. وفي عندي اللي هو الديفا بتحاول انها تعمل شيرنج بخصوص الموضوع بتاع امبارح اللي طلع من قبل وزارة الخارجية على موضوع السبونسرشيب او اللي هو استقبال اللاجئين من الخارج. حنكون طبعا very briefly، يعني مش هناخد وقت كتير في هذا الموضوع لأنه لسه لازال قيد الدراسة ولم يصدر أي نوع من التفعيل في هذا الوقت بالذات. بداية أنه بنعرف أنه دائما اللاجئين أو نظام اللاجئين داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو استقبال اللاجئين من الخارج بتتم من عن طريق وزارة الخارجية أو عن طريق مؤسسات نانا بروفيت او بسموها منظمات غير جمعيه او عن طريق وزاره او شؤون الهيلث سيرفيسز او وزاره الصحه او لجان الصحه اللي موجوده عندهم. وبتم عن طريق اللي هو نظام الريسيتلمنت اللي هو بالخارج. هلا امبارح اللي هو وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، يعني لازم الأشخاص برضو ينتبهوا إنه عندما يتم إعلان عن الموضوع ليس هذا الموضوع هو قيد التنفيذ. الأشياء هذه بتاخذ وقت كتير في التنفيذ وفي تشريعها أو بتقنينها أو بالإجراءات اللي ممكن تتطبق أو تطبق من خلالها. طبعا وزارة الخارجية امبارح اصدرت مرسوم او قرار او النية عن قرار لعمل ما يسمى او اقطاع او شمول الافراد الخصوص في موضوع استقبال اللاجئين. طبعا اول فكرة الاشخاص اللي هم اهل بر على طول بتخطر في باله فكرة او انا الي اخ، انا الي اخت، انا الي صديق، انا كذا، ان انا في اجيبه. انا بانصح الجميع انه يكون في نوع من التروي والصبر وعدم استنتاج او استباق النتيجة او استباق الحدث، لانه دائما وكما تعودنا دائما بتكون وعود سواء كانت من ادارة جمهورية او من ادارة ديمقراطية. دائما بكون في نوع من نشر بعض الاخبار وخاصة في فترات اللي هو الانتخابية او قبل حلول يعني سواء كانت الانتخابات التشريعية او الانتخابات الرئاسية وخاصة احنا مقبلين عليها. بمقدمة القرار الصادر او هذا صادر من المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في 19/1/2023. ينص هذا او مشروع هذا القرار او الفكرة التي سوف تطبق انه وزارة الخارجية مع اللي هو وزارة الصحة واللي هو التنمية البشرية تعلن عن خلق او عمل مجموعة من اللي هو الاشخاص العاديين او الكفلاء الخصوص
لاستقبال اللاجئين، ومن ذلك لتقوية يعني الدور الإنساني للمواطنين الأمريكيين لاستقبال اللاجئين وبناء حياة جديدة داخل الولايات المتحدة الأمريكية. في السنة الماضية الشعب الأمريكي قدم خدمات جليلة أو غير عادية ل و يعني استقبال لحلفائنا الأفغان والمتضررين النازحين الأوكرانيين ومواطني دولة فنزويلا الذين هربوا من القمع والعنف. لو لاحظنا في صياغة النص بتلاقي مباشرة انه هذا النص هو سياسي بالدرجة الأولى. ليه؟ لاستخدام كلمة الحلفاء الأفغان. اثنين، النازحين الأوكرانيين. الأوكرانيين أمريكا طبعا أو النظام الحالي أو الإدارة الأمريكية مع أوكرانيا ضد روسيا طبعا، وتمدها بجميع أنواع الأسلحة والمعاناة المادية. كذلك استخدام كلمة allies اللي هو المتحالفين أو المساندين، لأن من المولين لأن الأفغان. كذلك الفنزويليين لأنه أمريكا ضد النظام الحالي اللي موجود عن طريق الرئيس مودورو في فنزويلا. فحددت هذه ال3 دول بسبب العلاقة السياسية الغير الجيدة مع هذه الدول. كذلك هذه مجموعات الترحيب التي سوف تقوم سوف تقوم أو حيكون في نوع أو برنامج من خلال المجتمعات والأفراد الخصوص لاستقدام وكفالة هؤلاء اللاجئين. هذه أو هذا البرنامج ينقسم إلى قسمين أو إلى مرحلتين. المرحلة الأولى اللي هي عمل ما يسمى ماتش ما بين الناس أو اللاجئين الذين حددوا مسبقا من قبل وزارة الخارجية للقدوم للولايات المتحدة الأمريكية. يعني مش الشخص الفرد اللي هو قام بتحديد هؤلاء الأشخاص القادمين للولايات المتحدة الأمريكية، لا، اللي هي الوزارة نفسها ودائرة الهجرة قامت بتحديد الأفراد القادمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبيعملوا لهم ماتش مع مواطنين أمريكان أو أمريكيين لاستقبال هذه الجماعة. الفيز هذا يبتدي في بداية اللي هو العام 2023 اللي هو فيه إلى منتصف اللي هو العام 2023، يعني في مدة ال6 شهور القادمة. الفيز الثاني أو النوع الثاني حيكون من خلال الأفراد هم اللي بيحددوا الأشخاص أو اللاجئين للقدوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ولسه حسب ما ذكر هذا الإعلان من وزارة الخارجية إنها لم تحدد الخطة أو الإجراءات بعد للمرحلة فيز نمبر 2 أو المرحلة رقم 2. فتم بالنسبة لها إنه الأشخاص العاديين أو الأفراد الخصوص مجموعة من 5 مواطنين أو كل 5 مواطنين أمريكان أو حاصلين على الجرين كارد باستطاعتهم انهم يقدموا لاستقبال او عمل سبونسرشيب لاي لاجئ الى الولايات المتحده الامريكيه.
وهؤلاء السبونسر برايفت سبونسر هم بيقولوا خمسة. هذا تقريبا شبيه بالكفالة الخماسية اللي موجودة في كندا، لكن مش معمول إنه، لأنه هذا يعتبر كأنه كابي، كأنه نفس البرنامج اللي موجود في كندا للعمل في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. هؤلاء الخمسة أو الأفراد العام، الأشخاص العاديين يعني، هذول مسؤولين بشكل عام وبطريقة مستقلة عن اللي هو عمل اللي هو funding، جمع الأموال لمراعاة هؤلاء الأشخاص وتقديم لهم اللي هو المساعدات من اللي هو بيت وعمل، وكذلك وضع أولادهم في المدارس لفترة 90 يوم من دخولهم للولايات المتحدة الأمريكية. طبعا زي ما قلنا انه في افراد وفي جماعات. الافراد الخمسه الخصوصيين في المرحله الثانيه ممكن انهم يقدموا لاستقدام لاجئين بشروط معينه. طبعا لازم يتم فحص امني على كل شخص من الاشخاص اللي هم بده يحاولوا يستخدموا اي شخص. في بيقولوا انه كثير منظمات اللي جانب الافراد، منظمات كثيره بتستطيع كذلك انها تقوم باستقبال اللي هو لاجئين. طيب الحل انا بسوي، او افضل طريقه لفرض اكثر على الاداره لاستقبال اكثر عدد لاجئين، اللي هو التعامل او عمل مشاركه مع منظمات غير نفعيه وخاصه عربيه او غير عربيه للعمل مباشره وعن طريق التعاون لاستحضار هؤلاء الاشخاص. لكن بالفترة الحالية ما في شيء موجود على أرض الواقع، هو مجرد إعلان فقط لا غير. ممكن الهدف منه اللي هو حملة، أو بسبب الحملة الانتخابية أو بسبب الانتخابات السنة القادمة أو الرئاسية. كذلك في عندنا امتحانات دورية أو انتخابات دورية للكونغرس. كمان انه التنبيه للافراد انه ما يقعوا ضحية وعود من اشخاص انه تحت مسمى انك انت تستطيع انك انت تحضر او تستقدم من احد من افراد عائلتك او من اصدقائك او ناس تعرفهم، لانه الفيس 2 هذاك الاشخاص اللي هم خمس اشخاص بيستطيعوا تحديد الشخص القادم الى الولايات المتحده الامريكيه. لكن من شهر واحد، من شهر واحد لغايه اللي هو منتصف هذا العام 2023، دائره الهجره ووزاره الخارجيه هي اللي تحدد الاشخاص اللاجئين القادمين الى الولايات المتحده الامريكيه، وتقوم فقط بعمل ما يسمى ماتش ما بينهم وما بين المستقبلين او الهوستنج family members او individuals يجوا يسكنوا عندهم. هذا هو هيك بشكل مباشر. ودائما طبعا احنا دائما سواء على صفحتنا او مع اخت ديفا بنحاول انه، او بالبشارة السارة او تلفزيون البشارة السارة او قنوات أخرى، بنحاول دائما أن احنا نعطيكم الجديد فيما يتعلق في قوانين الهجرة وفيما يتعلق بالتطورات تبعها. طبعا أنا شايف في عندي أسئلة كثير، لكن أمانة ما بقدر أجاوب عليها إلا الديفا دخلت عندي. دائما عندها الديفا أسئلة مشاكسة، بتقول انه طيب بعد 90 يوم مين مسؤول عن اللاجئين؟ شو مصيرهم عندما تنتهي كفالة الامريكي لهم؟ غالبا انه الحاضر كلاجئ اول، او كل شخص بيجي لاجئ على امريكا بيحق له اللي هو معونات لمدة 8 شهور، بس بعد 3 شهور هو على نفسه، يعني هو يتحمل مسؤولية نفسه. فعلشان هيك كمان بقدرش اجيب او اجيب على اسئلة اخرى او اكثر من 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 فحوى هذا الاعلان على مثل هذا المشروع، لانه لم يصبح اللي هو قرار نهائي نستطيع، وفي جميع او تفصيلات كثيره دي الحديث عنها. بس دائما وديفا موجوده معنا بنحاول انه
يعني الديفا تبعت لي رسالة بتقول لي أنا ما بنصح بهيك برنامج، لأنه في عائلة بريطانية استقبلت فتاة أوكرانية وراح الراجل ترك زوجته وهرب مع اللاجئة. لا احنا ما فينا نعمم يا ديفا على الموضوع يعني، بس ما بعرف. فيعني هذا اللي هو ملخص للموضوع، وأمانة أنا ما في أجاوب على أسئلة ثانية لأنه صوتي، وكل يوم كنت بالمحكمة، لكن أنا يعني بحاول إنه يعني، حتى ديفا طول اليوم بتقول لي إنه لازم نطلع حلقة، فإن شاء الله على الأسبوع الجاي ممكن بحدد معها ففينا نجاوب على جميع الأسئلة. وأتمنى لكم الخير، وكل عام وأنتم بخير، وبعدين نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة، وشكرا للجميع ويعطيكم العافية. Thank you.